صفين فانيت لكن انا بدي اتواصل معكم حتى ما في كل يوم يجيكم اثنين مخنين ومساء مسيتها معكم تمام. معنا في الاخراج صابرينا ومعنا نانسي اللي هو كمال عريس مصري وصحتي عزيز ومدير تدمير فنورانا الفيلم القصير سينكو الا مش تصير تبع الكاتب ديسمبر. دونك في كمال رانا باش نحكي توا على اسمه ميزيكال نور فانيت اجور كيف عليك؟ اي اجور. وشكون اللي يدير؟ انت كاع ولا معاك ايكيب ولا؟ عندي كيف، عندي كيف من مصر، من تونس، من تير، من كل، حتى من عشاق تصوير اكاديمي يتواصلوا معايا ونعطيهم نعطي الاخبار تاعهم معايا. سي بيان، معناها وش هي نوعية الاخبار اللي فيه فنية سياسية؟ لا لا، اخبار فنية، اخبار فنية فقط، اخبار فنية فقط، معناتها لا بوليتيك لا حاجة الى اخره. معناتها احنا نهبطوا حصرية معناتها أخبار فنية حصرية في موقع ميوزيكال نيوز. معناتها أخبار فنية عربية ولا أخبار فنية عربية وغربية؟ تونسية وعربية، تونسية وعربية، قريبا إن شاء الله غربية إذا بعيد. معناها اللي يسمع فينا توا يحب يعرف أي أخبار جديد في العالم الفني يدخل على ميوزيكال نيوز فانيتيكا. أي دونك وتوا مش من بعدين نحكيو على قرار هذا قرار تمرام على الفيلم القصير سينكو إلا أنت مش تكون لا مش مخرج، مدير التداول، مدير التداول اللي مشيت من خلال الى 4 ديسمبر في تونس في فضاء كارمن في تونس. باش نعطيو 10 افلام تونسيه واثنين افلام اجنبيه، معناتها فيلم بلجيكي وفيلم فيلم جزائري. 10 افلام تونسيه واثنين افلام اجنبيه، ما بينهم 6 افلام وثائق، 6 افلام قصيره واربع افلام وثائق قصيره. الافلام اللي مش تعدى هذه افلام قصيره، 6 افلام تونسيه قصيره واربع افلام وثائق قصيره معناتها من تونس. وكيفاش تم اختيار الافلام هذه حسب شنو؟ حسب اللتان، لتيم طبعا شفنا لتيم حلوين عشان قلنا على ناس اللي ما نعملوش سيليكسيون بين تيم وتيمين غير ذلك. فهمتك، ما انت تعمل سيليكسيون ولا؟ لا عندي شكون، ما عندي شكون من الناس يعملوا لنا سيليكسيون واحد. اي شنو السيزون دكتور هذه معناها عرض الافلام؟ هو باش تكون طبعا عرض موسيقى وبعد فما بريزونتاسيون للمخرجين اللي باش يشاركوا في البانوراما، وبعد فما عرض العرض افلام، وبعد يوغا ديبا، يوغا نقاش معناتها نقاش في الايفينمون معناتها. والتظاهرة هذه اللي مش تصير أول مرة، اللي هي تظاهرة فنانة في القصيرة تنطلق ذاك صبحتني أول مرة مش تصير تونس. أول مرة أنا جدني فكرة، قلت علاش ليه ما نعملوش ليفينمون وبعد أيام قتال سينمائية وبعد أيام قتال مسرحية. قلت أيام قتال سينمائية وأيام قتال مسرحية بعد نوقفوا الثقافة مع الأجيال ولا حاجة، قلت خلينا نتواصلوا بالفرحة والعرض وقريب نختموا شهر ديسمبر باش ندخلوا عام جديد، وعلاش ليه ما نعملوش ثقافة جديدة مع الأجيال الجديد. جاتني الفكرة، قابلت مدام كوثر مديرة فضاء كارمن، قلت لها شكون باش نعمل ايفينمون مع السينما، وقلت لها لازم نعمل قبل ما نهبط بيك، وبعد الوقت عملنا ابيع كونديداتور للشباب، هواة ومحترفين. قدموا برشا شباب، شباب افلام من اللي عملوا بي تو معناتها التخرج تاعهم هون، وفما افلام من انتاجات شركات خاصه معناتها من الراعي. توا مازلت معناتها مازلنا نجم يقدموا افلام ولا كيف؟ اخترنا 12. اي باش نوضحوا المفنين معناها يحب شي حد يقدم فيلم ولا حاجه، دونك نقول ان شاء الله ان شاء الله جاي ان شاء الله. ان شاء الله جاي. سي كمان نشوف لك زاد في الاخراج. سامحونا على مريضة شوية إن شاء الله بشوية. دونك كاين اللي راهو تعب شوية، مازلنا مش في فورمة اليوم. لا في فورمة، ما نعرفش. إن شاء الله مازلنا باش نقعدوا نكونتاكت بعضنا، ما نجمش تفرح لنا وتحكي لنا على الطلبات اللي عملنا في القصير، باش نحكي كيفاش كان وكيفاش تعديت، كيفاش كان بين الجمهور. إن شاء الله. كنت حكيت لنا في الأفلام فيسبوك، فيسبوك
افلام كثيره. آه ما لقاتش حضور في كل كنت لقات اقبال في الذات. دونك مش لك تظاهر هذه معناها تظاهر كيف تكون يحكي معاك بعمك والا كيف معناها كيف تظاهر بالضبط؟ تظاهر ولا فيلم؟ مش ما كنت نسألك على تظاهر، إيه حكيت من طلاق الفيلم إلا ما لقاش قبول في الدوم في القاعدة في الدوم. مش تقصد تقصد على الفيلم التعيين كيفاش بيتعدى ولا إيه؟ لا نسألك على تظاهر. إيه معناها لقاك إقبال في تونس؟ طبعا إقبال في تونس وطبعا في تونس وما نعرفش كيفاش من برا قاعدين يبعثوا لك قاعدين يبعثوا لك في الأفلام. بعد عملنا بين الكومبيوتاتيوك حتى من برا بعض الأفلام. طب لو قلت واو قلت سوا أنا كتبت بيكون ما في التدارة كنت نعمل أفلام محلية بعد أفلام تكون طب خاطر كيفش يجيب أفلام من برا ولا حاجة قلت ما عنديش سبونسر ولا حاجة باش يكونوا بعدين في تونس باش يعملوا تيبا ولا باش يعملوا يحكيوا عن قصتها سواء فينا ولا اي خايف ديالك. هيك علاش من احسن جزء افلام اجنبيه كان ما حبيتش تكثر. عملت ثلاث افلام اجنبيه واحده في الثلاثين وواحده في الثلاثين. فهمت السيد دونك نذكر المستمعين انه تظاهرت كاميراما الفيلم القصير مش يصير 3/4 ديسمبر في تونس مش يكونوا حاضرين 10 افلام تونسيه وجزء افلام اجنبيه. اوكي دونك كمان مثلا كنا معنا مترسيحه مع الموسيقى نعم.